غسان حبيبي الله يسعدك والله يقويك اللي الكل قاعد وهسه جينا طبعا عندنا نظفة السمج واجي على بالي كم سؤال ارد اسالك شفت عثوله زين ارد اسالك كم سؤال عمري بالنسبه لهذا النوع من السلمون مثل ما نشوف بطنه هسه حاليا بيضه وهو بالاصل السلمون بطنه تكون يعني لحمه يكون بينك ليش هسه ابيض حسب ما سألنا الأمريكان اللي جاي يصيدوا بهاي المنطقة يقول لك هذا أول ما يجي يكون بحيله هيلثي بعده اللحم ما تكون على أحمر وردي فاتح هي بهجرتها تجي من البحيرة بحيرة ميشيغان إلى هاي النهار عندك مانشستر ريفر هاي هجرتها تتعب زين وبهالوقت ما تتغذى هي تجي عندها شغلة تسويها دب البيض هي يمكن حتى لونها من الخارج هم يتغير تغير لونها هي عادة شغلة واحدة دب البيض بالنهار بين الحجر والفحل يجي يلقح البيض هاي مهمتهم وراها ياكلون كل شيء وراها توقع تموت صح الفحل والنثية يموتون ترجع القوية ترجع للبحيرة عادي أوكي. ما ترجع راح تموت واللي يصيدوها هي هاي بس اللحم مثل ما سألنا الناس هناك قالوا اللحم ما يجي له كل شيء وطبعا اللحم طيب احنا بالنسبة لنا كناء طيب كلش طيب. وايضا الناس هواية يعني دليل شوف انه الناس بالضبط شوفوا الناس الواقفين سيرة بعد ما نقدر نصورهم لانه وبالفيديو طالع بالصيد هواية ناس طبعا ده الصيد لهذا السمك لو مزين هالعالم كانت ما الصيدة ما تأكله هاي شغلة زين هو بالنسبة لهذا السمك يعني خلينا نقول الأنثى ذبت البيض والذكر لقحها هنا ايش راح يصير هذول راح يصيرون سمج طبعا ووراها شنو اللي يصير يرجعون للبحيرة يعني يكبرون نفسه يرجع للبحيرة يرجع البحيرة القوي يرجع والضعيف راح يموت وبعدين يرجعون بنفس المكان صح هي دورة حياته ما يجي الولد راح يرجع الى البيضة اوكي وهمين نفس الشيء هذول يموتون اوكي حلو زين ايش معنى بهذا المكان اللي احنا هسه نروح نصيد بيه اكو صيد يعني ليش ما نروح مثلا غير مكانات هو هذا النهر مربوط بهاي البحيره وعنده غير مكانات هي شوف وين اكو نهر مربوط بهاي البحيره يروح السمك يروح السمك وبس بالاخص هنا انا اتوقع اكو صيد وفير ليش لانه السد عالي السمك هذا مستحيل يعبره انا اعرف غير مكانات السد يكون ناصي فالسمك يعبر ويروح ما يتجمع كله هنا فهذا المكان السمك يتجمع وصيد كلش حلو هناك وانا حسب ما اتصور هو شو اسمه هسه بيضه تصير سمكه هاي ما راح تيجي من هذا النهر ترجع للبحيره راح يظل بباله انها الطريق مالتها كان صحيح ترجع لنفس المكان صحيح شلون الطير زاجل عنده نافيجيشن حلو ترى بالفعل صحيح هي اي صحيح يعني هم عندهم دورة حياة شلون يعرفون الطريق ويعرفون وين يمشون مع انه مو بس هذا النهر هواي هواي نهر بس حتى على طريق كندا هواي صدام كندا شوف هو وين مكان مقاتل مشان بيضه راح يرجع نفس المكان اذا بيض هذا السمك صدق مقاتل يعني حتى بالصيد مالته من تيجي الصيده يعني ماكو شيء سمك يعني قوي كلش قوي كل عضلات النارات كل شويه تنقطع بالمناسبه احنا نجي على هذا مو على مد لحمه بصراحه لحمه وطيب ما بي شيء واحنا مجربين ماكلين لو نريد احنا كان اشترينا الصرف نصرف على هاي السفره تكلفنا اكثر ما نقدر نشتري من السوق أصرفنا بهواية لها التعب بس هي هوايتنا احنا طبعا اكيد يعجبنا نصيد هذا النوع من السمك زين نجي لأربع ساعات طريق ونضل هنا يوم يومين حتى بس نصيده تقدر تلخص لي أول مرة نروح نشتري الغراض لحد ما هسه ننظف السمك تلخص لي اياه هيك ب 30 ثانية صدقوني أكون أفكر بيه قبل شهرين قبل الموسم وتحضيرات قبل شهرين وترتيبات وربط وما ادري شنو من نجي هنا نصيد ونطلع نرجع اقول شو بسرعه راحت هاي احنا كنا نخطط لها فهي هوايتنا لان نحبها ولهذا السبب احنا نجي لهالمكان نصيده طبعا اول شيء ناخذ لازم نضبط شغلنا ويا الجايه
تترك الشغل، نعوف الشغل، مصاريف البنزين هوايه يعني، بس المصاريف اكثر ما سعر السمك نشتري من السوق طبعا. بس بصراحه يعني فتشي ونسه، هذا ونستنا هاي يعني، واللي يجربها مره واحده اتوقع راح يعرف احنا ايش بدنا نحكي. نفس الشيء اللي طلع صباط صد غزلان حيوانات، نفس الشيء نفس المصاريف، ويقدر راح يشتري من السوق ارخص. بس هي هوايه، هي هوايه على قولتك. والمصاريف ايش قد تكلف تقريبا اذا واحد مبتدئ يريد يبدي يعني يتعلم صيد السلم؟ تقريبا يعني صدق المصاريف راح تكلفه بالبدايه هوايه، راح تكلف البدله، سناف السالمون خاصه تكون مالتها الخير، الليدر اللي هواي طوال انصح الليدر، عندك الشفاء الهبني الفلاي، عندك هاي 400 دولار راحت كتجهيزات صيد. بس هي سفرتك وطلعتك وهاي ايه. اول سفره يعني ب 500 تصارفها اذا مو اكثر، صحيح. والاكل والشرب طبعا، وبنزين 4 ساعات جايه واربع رجعه، يعني اذا 500 وفوق، 500 دولار فوق. اكلنا نفسنا على اللحم جايين عليه، جايين بس عمدون صيده، ومثل ما قلت الامريكان ياكلوه كلهم، ماكو واحد ما ياكل، كلهم يجون يصيدون من غير ولايات حتى، مو بس ميشيغان. والدليل هذا ما يوقف، من اول ما يفتح الحد ما يعزل 30 سنه بس بالمصلحه يقطع سمك. حبيبي غسان تعبناك، ولا تنسون اشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وضغط على زر اللايك، وتحياتي لكم تابعوا الفيديوهات القادمه. شكرا لك غسان. اخذ لي الوكل هذا البيض، ضاع البيض، تعال اخذ البيض لي شباب، ضاع البيض، تعال اخذ البيض، ضاع البيض، ضاع 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 ضاع، لا بشرفكم ليك، اذا مو بالمي هي ما يتحرك من مكانه. ارجع علي، ترجع لا لي شنو انت توقف يا معود، توقف شلون، اسف صافن علي يا بصير الشباب اليوم. هذا الدخل يلا يلا عاش سيدك يا سلوان، هذا الدخل كلها تباوع بس انا صرت. اوه هاي شلون لفها على يدك، لفها على يدك، لفها على يدك، لفها على يدك، اطلعها برا، اطلعها برا، ادور طلعها انت برا، اسحبها برا.